هقول لحضراتكم للأسف خبر مش لطيف لسه طالع دلوقتي. الفنانة شيرين سيف النصر في ذمة الله، الله يرحمها، وده اللي كتبه أخوها على صفحته زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة الغير شقيقة الفنانة شريف هانم إلهام سيف النصر. تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وإنا لله وإنا إليه لراجعون. ده أخوها على صفحته. و يعني الله يرحمها ويحسن إليها. شيرين سيف النصر كانت نجمة مهمة فترة من فترات في الدراما المصرية تحديدا، انسحبت من الساحة الفنية في هدوء، انسحبت من الدنيا أيضا في هدوء. الله يرحمها ويحسن إليها. ليها أعمال طبعا ببطولات كبيرة، وفترة من التسعينات كانت نجمة في أعمال كتير درامية. الله يرحمها. خالص التعازي لأسرة شيرين سيف النصر، وربنا يرحمها يا رب ويحسن إليها يا رب. بقى لله.